السيد الكاتب العام، النداء الوحيد وهو تعبئة الجماهير المغربية والرياضية لحضور هذا الملتقى اللي غادي يعينوا فيه مجموعة من الأبطال اللي حصلوا على نتائج جيدة وهما على رأس اللوائح فيما يتعلق بالمسافات في إطار الألعاب الأولمبية. وشكرا للصحافه الرياضيه وهنيئا للجميع. الجديد ديال الملتقى ديال محمد السادس يعني العاب القوى كاينه الدوره 13. هذه الدوره يعني غادي تشهد واحد المشاركه ديال مجموعه من العدائين الاولمبيين اللي حصلوا على الميداليات الذهبيه في بطوله اولمبيه في طوكيو. هذا الى جانب الابطال المغاربه، لان عشنا واحد الحاله ديال الفراغ لمده سنتين فيما يتعلق بوباء كورونا. الان الكل متعطش. الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى هيئات جميع الظروف الملائمه لانجاح هذا الملتقى. هيئاته من حيث يعني لاحظتوا تقديم ديال الابطال، كاين الابطال يعني هما القمه الان اللي متربعين على عرش العاب القوى. هيئات كذلك جميع سبل النجاح الجماهيري وجدت لهم وسائل ديال النقل والتنقل الى المركب الرياضي. كان الامير مولاي عبد الله كانت هناك كذلك يعني لقاءات مستمره لمده شهور مع جميع مكونات يعني اسره العاب القوى، وكذلك مع المسؤولين سواء على صعيد الوزارات او على صعيد الجماعات او على جميع الاصعده باش يكون هذا الملتقى ناجح، لان تيحمل اسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. وموعدنا ان شاء الله يوم 5/6 بالمركب الرياضي وموعد الجماهير مع طابق مهم للالعاب القوى.